بنستخدم between عشان نقول ان احنا بين حاجتين ولكن الحاجتين دول مختلفين. I sat down between علي and رامي. يعني انا قاعد بين علي ورامي واللي هم حاجتين مختلفين. كمان ممكن نستخدم between عشان نقول ان احنا بين اكتر من حاجتين ولكنهم برضو لازم يبقوا مختلفين. I can't choose between the red, the blue and the black car. يعني مش قادر اختار بين العربية الحمراء والزرقاء والسوداء. اكتر من حاجتين ولكنهم مختلفين. اما بقى among بنستخدمها علشان نقول ان احنا بين اكتر من حاجتين ولكنهم مش مختلفين. ممكن تعتبرها بينهم يعني. The house is among the trees. المنزل بين الاشجار واللي هي حاجات مش مختلفة. كمان amongst زي among بالظبط ولكنها formal شوية. رسمية اكتر. شوف جمال الانجليزي في المشهد ده. الراجل عايز يطمن صاحبه فبيقول له انت بين اصدقائك. You're among friends. انت بين صحابك اللي هم اكتر من اتنين ولكنهم مش مختلفين. كلهم صحابك. You're among friends. وشوف جمال الانجليزي في المشهد التاني. So between bank and sponsor they got the place. فاستخدم between علشان نقول بين حاجتين مختلفين.